سلام سيدي، اسمه صفا. عزيز بالغازي، فاعل جمعوي، كاتب العام ديال جمعيه الحكم والتضامن الاجتماعي بعمالة المحمديه. في اطار المتابعه ديالنا نبغيو نعرفوا فين وصلت الشراكه ديالكم مع وزاره الصحه. قبل ما نجاوبك اختي الكريمه، تنبغي نحيي جريده محمديه بريس، فين ما تنظر بكل صراحه تلقاهم، وبحال دابا هي بالصدفه تتلاقينا هنا. وهذا السؤال اللي انا بكل صراحه زيد مسرور لانني تنسمعوا من جريده المحمديه اللي ما سولناش عليه حتى شي واحد، لا من المسؤولين ولا من الفاعلين الجمعويين ديال المدينه اللي تبعوا معنا هذه الشراكه، وما كاينش اللي سولنا عليها وفين وصلات ولا فين مشات. وانا فرحان بزاف لان الجريده ديالكم دارت هذه المبادره وطرحت علينا السؤال. الاضافه اللي عندي ما غاديش نقدر نقول اكثر ما قال السيد كاتب العام عزيز بالغازي، هذاك الشيء اللي بغيت نقوله راه قالوا. اذا شو هو السر ديال نجاح الانشطه اللي كتقوم بها الجمعيه ديالك؟ السر ديال هاد الانشطه اللي تتقوم بها الجمعيه ديالنا هي الطموح والعزيمه والثقه اللي تيديروها فينا الشركاء ديالنا اللي من طبيعه الحال اللي خارج مدينه المحمديه، والشركاء الاجانب. اما فيما يخص الشراكه، الحمد لله لقينا التفعيل ديالها، البيبان ديالو محلول، وتتعرفوا بان الشراكه وقعت جمعيه الحكم والتضامن الاجتماعي بالمحمديه مع وزاره الصحه في شخص المدير الجهوي لجهه بني ملال خنيفره. وهاد الشراكه غادي تتفاعل مع مجموعه ديال اطباء ايطاليين واطباء مغاربه في اطار تبادل التجارب، وحتى من هذيك الانتظارات اللي كاينه في المستشفيات المغربيه، لان احنا بغينا نمسو دوك الناس اللي هما اكثر هشاشه. فكرنا مزيان لقينا اللي هما اكثر هشاشه هو ذاك الانسان اللي عام هو تيتسنى في الرونديفو، اذا كون كان عنده الفلوس كون مشى عند الاختصاصي. اذا هنا شرطنا على مندوبيه الصحه او على المديريه الجهويه باش المستفيدين هما هذوك اللي كانوا تينتظروا 6 شهور 7 شهور 8 شهور. اذا مسينا حسن ما نديروا تشخيص وحنا نجيبوا الناس. ثانيا ركزنا على قضيه المستشفيات والمندوبيه الصحه هي اللي تعطينا اللوائح باش نهربوا من ديك القضيه ديال الحمله قبل الاوان. يعني ما عندناش احنا معطيات جبناها من هنا ولا جبناها من هنا ولا جبناها هنا. وغدا ان شاء الله الرحمن الرحيم مع الثلاثه عندنا الاستقبال ديال الاطباء الايطاليين في مطار محمد الخامس، وبعدها مباشره غنمشيو لمستشفى 20 غشت اللي غيعطيونا الاطباء 10 ديال الاطباء من تماك. غنجمعوا هذه القافله كامله وغنتوجهوا ان شاء الله باذن الله الى الفقيه بن صالح، لان من هنا غتبدا الانطلاقه. عندنا الفقيه بن صالح سوق السبت خريبكا، يعني 10 ايام ديال الخدمه في هذا الاطار السوسيال ان شاء الله الرحمن الرحيم. وغدا تكون ندوه صحفيه اللي كنا تنفكروا بانكم انتم غتكونوا ضمن هاد الجرائد. استعجلت الفرصه هانتوما تتسمعوها ومنكم. واش غنقول لك، انت ماشي بالسهل باش دغيا تكسب الثقه ديال الشراكه. راه ماشي بالسهل باش تكسب الثقه ديالهم. وانا اليوم راني جد 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 مسروره، لان الحمد لله واخا المسؤولين ديالنا ما تيعطوناش حنا اهميه كمجتمع مدني، المهم حنا ما تيهمناش يعطونا الاهميه ولا ما تيعطوناش. اللي تيهمنا هو حنا دائما هازين الشعار ديال مدينه المحمديه، المدينه العزيزه علينا. ديما في اي مدينه مشينا ليها الا وان مدينه المحمديه مجبوده، وانا تنفتخر بمدينتي. وبهذه المناسبه تنطلب الله تبارك وتعالى الله يحن على هذه المدينه، يا ربي يحن على هذه المدينه. وشكرا. ولقينا بكل صراحه كاينين مجموعه ديال الاخوان تيقول لك علاش تتخدموا خارج من المحمديه. اليوم غنقول لكم علاش حنا تنخرجوا خارج غنخدموا خارج من المحمديه، لمسالتين اساسيتين. الرساله الاولى هي تنقولوا للعالم وخصوصا المغرب ان جمعيات المجتمع المدني بمدينه المحمديه منفتحه عن باقي مدن المملكه المغربيه، فهي جزء لا يتجزا من المملكه تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك. المساله الثانيه، الاشاره الثانيه، تنبغي نقولوا للمسؤولين ديال مدينه المحمديه راه ماشي الجمعيات اللي مثاليين، راه انتوما اللي مثاليين، ما حلينش لينا بيبانكم، ما عطيناش اهتمام باش مثل هاد الافعال هاد الاعمال
ما نديروهاش في مدن اخرى، نديروها في مدينتنا. كل قينا المسؤولين بيبانهم محلوله، كره درنا الشراكه واحد دي الان ولله الحمد ملي غادا تنجح هذه القافله، حنا راه في صداد باش نديرو مستعدين باش نديرو مثل هذه الشراكه ديال 3 سنين اللي درناها في بني ملال، نديروها في جهه الدار البيضاء 16 في المناطق الاكثر هشاشه في هذه الجهه. وعدنا ومني لكم الف تحيه وسلام.